خطوة للأمام في طريق الأخوة بين سوريا وتركيا، هذا ما أرادت له أنقرة أن يكون عنوانا لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد، عنوان للتعاون والتنسيق بين البلدين حدد أسس عديدة في مقدمتها التلاقي في المواقف ووجهات النظر حول قضايا الإقليمية والدولية. فقد وقع الطرفان السوري والتركي على إعلان مشترك لتأسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين سوريا وتركيا. إن هذا المؤشر دليل واضح على مستوى العلاقات التي توصل إليها البلدان والتي باتت مثالا يحتذى به من قبل المنطقة والعالم. ويشمل التعاون المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والنقل والطاقة ومجالات المصادر المائية والبيئية والثقافة والتعليم. ويرأس المجلس رئيس الوزراء في البلدين ويجتمع مرة على الأقل في كل عام بالتناوب. المحادثات التي أجراها السيد الرئيس بشار الأسد مع أخيه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بناء للغاية. أولا تم بتوجيهاتهما توقيع إعلان التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وهذا مؤشر على ثقة وتضامن كاملين. فيما تناولت مباحثات الأسد ورئيس الوزراء أردوغان الأزمة بين سوريا والعراق ومباحثات السلام الغير مباشرة بين دمشق وتل أبيب. وإن كنا مقتنعين بعدم وجود شريك إسرائيلي لصنع السلام. مرة أخرى أشكر أخي أحمد على حفاوة الاستقبال. هو يريد استبقائي يوما آخر في إسطنبول بشأن الاجتماع الرباعي غدا. وتتزامن زيارة الرئيس السوري مع بدء اجتماع أمني ضم مسؤولين أمنيين من سوريا والعراق وتركيا، كان من المفترض أن يقوم خلاله الجانب العراقي بتقديم أدلة تدعم اتهامه لسوريا بإيواء المسؤولين عن هجمات الأربعاء الدامي. وتسبق هذه الزيارة أيضا لقاء رباعيا يضم وزراء خارجية العراق وسوريا وتركيا والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الخميس في إطار الجهود التركية لإنهاء التوتر بين دمشق وبغداد. إذن على ما يبدو أن تركيا أرادت القول من خلال الاتفاقية التي وقعتها مع سوريا بأن علاقاتها مع هذا البلد لا تعتمد على المصالح الأنية بل هي علاقات طويلة الأمد. بشار فهمي، الحرة، إسطنبول.